يا لا تحتاس. ها صلاح، يلس صباح الخير. يلس صلاح اشوفك حبيبي. صباح الخير، كيف حالك صلاح؟ تمام. شو بلاك؟ زين. انا حبيبي توني ناشي اليوم بالعماله، لان اليوم برق ما بقير الظهر، فاليوم اللي ما بقير الظهر اجلس مبخور لين الضحى العالي. انزين، فحين بوي بعدي بتحلق وبتسبح. ست صالون؟ انت بسير صالون الحين؟ زين سير الصالون وتعال. شو رايك؟ لكن الساعة 10 الساعة اسد، الساعة كم موعد صلاح؟ الساعة 11 صلاح يفتح الصالون. مسكري ترياني زين؟ تريكت له بعدك. هي تريوني عد. اي نعم، البارحة ابوي اليوم اللي مر صعب كان اليوم، والسبة انها ضيقة، والسبة انه ما شيء شو اسمه؟ ما شيء سناب. اي والله عروم تمريسنا. شو ما شاء الله ريحة الياسمين العراقي شال الدنيا فوق راسه. وخلينا ريحته والله وايد حلو. وخيدي للنوع هذا وايد حلو. وهذه ريحة البلكونة بكبرها تفوتخ. هاي الصلاح بيني نوني يوم الخميس والسبه شو اسمه نسيته. خبركم اليوم وين؟ اليوم ترى لويه البحر شويهات. من زمان ما جيت شويهات. من لا ترى لو سافرت طوكيو، رديت من طوكيو وما ادري وين سرت، وشغله وركضه وما ادري كيف، يعني على هالاساس. والجماعه مشدوهين ومشغولين في عمارهم وعندهم اشغالهم روحهم، يعني الجماعه. فلذلك ما كانت يسيرة للبحر. شو ما شاء الله هاي برية تبارك الرحمن. شوف خمسة عليها، ما شيء زيادة، خمسة عدوج. أقولكم ترى هذا وقت التعفير الحين. المكرون الكبريت المكروني تعفير، يحطون كثيره في يوني ولا شياته وبين العدوج يخبطونه يظهر شرات الغبار. عفروه بالكبريت المكروني عن العناكب. هاي الضروري التعفير هذا عن العناكب. الأول يسمونه مغوفر، اللي غوفر يظهر عليه شرات الغبرة وتحدد من حجم الخلالة وما يكبر، يازم شي طول عمره ولين شوي يصوي عقب يدون للدبش. فواي الضروري التعفير هذا الكبريت المكروني، يبتاع برخص الأثمان. يلا بس عاد عليكم، بس بغيت أخبركم من اليوم بس البحر الشويهات ولا انا مخاطي اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله. صلاح صباح الخير. How are you؟ تمام. Good. How do you feel now؟ No. انجليزي. انجليزي. شو اخبارك صلاح؟ تمام. مبسوط؟ تريتك لو بعد؟ لا با. شو تريتك عادة؟ بيض. وبعد؟ بس. بيض خالي؟ بدون خبز؟ شيء خبز ولا بدون خبز؟ خبز. هي تجذب تيسدك البيض. انزين بنيس داخل او خارج؟ خارج نفس الحوي؟ يلا بطا شو تباها؟ قهوة. يبون القهوة خارج؟ يلا حين Good morning. تعال إيلس. إيلس عادة صلاح إيلس صلاح. خلنا نتفهم مع رشيد. رشيد. نعم بابا. وين اليوم من الصبح لين الحين؟ شو سوى هذا شيء كشره هني بس خاز شو سويت من الصبح لين الحين؟ من الصبح الساعة كم ناس انت اليوم؟ اليوم ساعة 6 ربع. قوم صليته. صليته؟ ايوه. انزين بعدين يشتغل ماكينة. انزين كم مي. انزين برا نخيل كلش مكان 10 دقيقة. انزين بعدين هذي اثنين نبت قص قصيتوهن؟ خلاص فكيتونا منهن خلاص. انزين
الحين انا ركب هناك هذا شويه مكان اريد اركب شويه كزبره بغدونس شيء ذراع في هاك الصندوق هي هناك هي وبي انا تري ما يسوي مكس كزبره ولا بغدونس مكس لا تسوي ما في مشكله هي هو اريد بطاقه عشان اروح مصطفى قد ما داير دوام تي داومون عندي جوجيتسو شو جوجيتسو زين يلا وين صار جنيت سيارتي وين سايد حق سيارتي؟ يلا سوي حين بروح مسافة انت شو تشتغل دريول ولا شو انت؟ انا دريول 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 تنبت نخل تسق زراعة مندوب ومطبخ ركب زراعة جديد ايه الحين بروح مسافة ايه هذا سيارة مالنا واحد سنة واثنين شهر ما يبدل البريك سباير ما يبدل مال بيك اب انزين وحينا بيروح عشان نبدل والدراي اللي قلت لك عنها دراي دراي انا بجيب سوي تراي بس ما في تمام والله انا هذا اجيب بيت انا اجيب هذا اكبر من هو انزين ما في قوي هذا انزين ما عليه له هالشكل شو مشكله ما بينكسر احنا ما يريد واجد زياده شغل عليه واجد ضروري دراي روح خذ لنا اثنين نبدا دراي طوله يكون 7 امتار خيبه ليش خيبه صراحه زين غيرت مرة جلبت ثوار خيب وحين زين 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 يلا صلاح نحب نركب طرابيل على الحديد فوق الحديد الحديد ارتفاعهن 6 امتار لازم يبالنا الدري ارتفاعه 7 امتار زين بحب يصير مصفح بياخذ دري وبي بناخذ اثنين لان نفرين واحد من اليمين واحد من اليسار يركبون الشيتات هذا عازل حراري 85 بالمية انا صح كل خيب 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 لا ثلاث توبة دوتي أنا دوتي شكرا لا 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 يا مرحبا بدوارك يا مرحبا بدوارك good morning show me today what is it today pastorma arum cheese and the chili and the kusbala and the shabbat ما شيء بيض اليوم no thank you شكرا هذا ابو ريوق البيت شو اليوم ذا هاوس هو ريوق اليوم البيت الجيمات شو تومي برينج هم الحنايه يبي هذا الجيمات بنشوفه اليوم ايش قال صاب هدف له لا دعوة بابا يبو الدل حق صلاح اي بطه يبي الدل حق صلاح دعوة دعوة What do you want, Salah? Dahwa. Bring it, Ibi. Hey, ma. Hleed. Hleed. Salah, I'll give it to you. This is my... Meris. Meris. And Tchin. ما شيء غيره. Meris and Tchin. ما شيء. لا بيض, لا زعفران, لا قناد, ولا شياته. Meris and Tchin. وهنموني غدي رفيع القرص وفنان وغاوي وماشي شرات قريصات صغار هذا بوهي القيمات اللي لو قطرون يستعملوا كريو وكفوالة يلا ثانك يو من الحناية ما هي عيب صار دبيتي للفنيال لين عينه بتحرجينه يبي الدله زياد بس خلاص الحين خلي 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 يبي الدله سيري سيري ايه المحبره انتي صلاح انشليت نشب عليك تبكبرك ستره هدي يلا اشوف وين ها ها بعد بس خلاص ابوي سد عمره هيتنا اليوم دله المرابي يا عثرتنا الحين بيتي الانتقادات دلالكم دومهم دلال مرابي حمر ليش بنسوي هذا اللي اليوم يوم الدله الورديه هذا ابوي لونها بعد وردي هذا فوشي والفنايل فوشيات تمام شو نريد اكثر عن شيء الحمد لله انا اللون الاسود انا ما بحطه لو تنطر خمره راسكم خلاص ما احب الا الالوان الفرايحيه ما في ابوي لا حجين على السواد شو تبغى تقول انت الحين؟ خدمه ايه بلا لا شو يعني؟ انت خدمه انت خدمه انت ايه خدامك انت؟ ايه ايه ريا إيه؟ شو بلاها؟ بلا شو بلاها؟ خديه إيه؟ بلا
لا لا انت تبغى تسفرها؟ لا ها لا يقول خلي شو تتكلم تتكلم فرنسي؟ لا خلي اصقرها بالفاهم اصقرها انت اصقر ريا وين امي بيه بابا في البيت؟ ايه ريا تبغي رخصة اجازة اجازة ايه من الصبح الساعة 9 ايه؟ لين العصر الساعة 5 ايه انت مرخصني يعني شيء مشكلة ولا ما شيء مشكلة؟ لا عندك مانع؟ لا مانع بتعطيها بخشيش؟ ايه زين كم بتعطيها؟ ما مانع وش ما صار ما اللي في البوك ذا طلع ما ما شيء صالون بابا ما لا صالون لهمية كم صالون ألفة إيه لا من بخشيش مسكين أول مرة تطلع رخصة زين عشرة ما بعشرة عشرة لا أعطها 50 لا حرام حبيبي مسكين حب أزقر أسد قول له عطوا ريا 50 بخشيش بتصير رخصة أسد صلاح يقول لك خلينا نربس هذا باقن صلاح صلاح مرخص ريا تصير اليوم اجازة زين فيبا يعطيها بخشيش تعطوها 50 زين شو رايك زين بارك الله ثانك يو شكرا اروح الحين صالون حبيبتي يا بابا حبيبتي لا ما بحبيبتي حبيبي حبيبي ايه بس الصالون صلاح ايه يلا 11 سنة من عقب الصالون بتون جاي عندي؟ خلاص لا ما بتون شوية؟ لا بشوفك الحين صورتك قبل الصالون ونبغي تصوير بعد الصالون حق الناس يبغون يشوفونك سلام يقولون ايش قايس شو الاختلاف اللي حل بصلاح؟ زين؟ سلام يا توكل على الله ما تبي؟ هذا اصب له شاي يبغى يريد شاي اخضر بارد يا بابا لا انا ما بارد دافي دافي خبر حبيبي نص ولا رحم زرع صلاح ما عيب إلا كان الكاس مبزور. بونا بتي صلاح بونا بتي. كا زقري توني توني. توني يا توني توني يا توني خوز عن أنت خوز تعال توني. توني. إيه توني يا توني توني يا توني تعال تعال تعال. ايه تعوين صار مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بتوني يا مرحبا تعال ياي تعال ياي ايه ايه توني يا توني تعال ياي تعال توني بحق قالوا يعني مسج قال برايك امت عاي تصور لو تصور لنا توني سدنا هذا ما يندراب من المتفيج قال لو تحط لنا توني باي نسيت اخبركم شو سالفة البارحة بعد سناب شات سناب شات ابوي معلج السناب مالي ما طاع يحترج ولا طاع يعتدل لين يا الخبير في الليل انصاف الليالي الساعة وحدة ولين الساعة هنتين ونص هذا سبب سهري البارحة لين هنتين ونص وهو يالس ويا الشركة رمسوا اخر شيء قالوا لابوي هذا ربيعك خالد الخالدي ابوي يقول لي خف على العرب والله العظيم اني ما امزح ترى اقولكم ما قالوا شيء لكن بما معناه ان السناب شات مسوينه ابوي يرمسون شوية خمس دقائق عشان وكل فرد من الأفراد المشتركين في شركة سناب لهم ساعة معينة لهم توني توني لك صلي الكلاب أقولكم هو نزيد صلي الكلاب ما يبغى الكلام فلذلك على الله يحفظكم قالوا أن كل شخص من المشتركين السناب لهم ساعة معينة وهذا أبوي تعدى عن الساعة بلكو 600 ودي فلذلك المخزون مال اللي عندنا في السيرفر الخاص فيه التتش لين عينه رمست مال أسبوع سدت عن سنة فأقول لأبوي خف على العرب قلنا ولا خير قال أو أنه نطلب منهم يفضون الداتا مالتي اللي عندهم في الرسيفر هذا ما يفضونها إلا من حول لين حول قالوا لازم أبوي يقدم طلب ان نفضي السيرفر مال اللي عندنا نحن كل اللي رمسه في سنة كاملة لازم ابوي نفج عنه ونعدمه قلت ابوي عدموه العين ما شافت شبه انا ترى رافعنا على اليوتيوب بس وهاي السالفة على هالاساسي لتش انا عندي السناب اداد له فقير اداد له لام الله من يلومه انا ابوه كان من اصبح لين امسي وانا طلع لي عند واحد لا بد ولا عدم الحين بتخوز علينا اكره الله تهلكنخه
بعدين يعني بعدين ما نقر نحن ما نقر الخلا الخلا العين ما شافك زي بعدين هيوة الخلاف هاي هاي بحلوك هاي هاي يا الوي يا غير مركد جاي لا إله إلا الله لا تخيس لا تخيس أحب أن أسبح ودي ثانية ها تعال شو مسوي غسل شوف ترى ضفورة وايد طوال لازم حيجي ودي دكتور يقص ضفورة سبحته يلا يلا ودي ودي بيته ودي بيته شو أخبارك اليوم شو سويت الشغل سر سر سيدة 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 ها مال سدر قصيته كامل تكينا منه أيوة شوف حطابنا نحن هني يمه الورق ابوي من عقب ما يجي بس ندرس ابوي تحت الزراعه هو سماد وهو شياته والحطب نخلي وجيد وهذا توني ابوي دخلوه ابوي في بيته ما زين لما كان توني منظفه ظهر 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 ظهرت ظهرتوني ظهرت أرحام عدوان الله وين القطة؟ وين يحصل؟ يلا 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 ورا القطو يعني بوك يا القطو ما حد هو يدانيك يلا اسمح لنا عاد توني أظهر العصر ها؟ ايه زين زين الأمور طيبة الحمد لله هذا سوي خلطي ها؟ وين؟ سوي خلطي هذا مطار وين خلطي؟ خلطي من تحت؟ لا ها رضمت الأرض ايه رضم شوف بلي أقول شوفوا شو ما يوم أقول لك الإنسان إذا أنك تعامل بالتي هي أحسن بالطيب ما يحتاج تمره ها شوف يرضم أبوي رضم الأرض تحت التربة كاملة اللي تحت الزراعة شوف وين ما تصير ها كلها مرضوم يجول بين الورق ويرضم ها ويخلي عاد هذا حينه مجلوب الارض مرضوم مرضام يعني فوق تحت لجل شو لجل فيها بكتيريا شيء ضار ولا شيات تدقها الشمس فيوم العامل كيف يكون قلبه على البيت يوم انت تعامله زين يوم الميحد شو اسمك انت صدقي مهر زين مهر مبسوط التاني نمبر 1 ما في قرقر لا لا الله فكنا من مكران يا مهر ما لحقت على مكران خفيف طين لكنه ما شيء شغل لا يحرت ساكن اي والله لا الحمد لله الزراعه زينه كل شيء زين شكرا يا مهر شكرا مهر علم سوي تشنج قال لكم سوي تشنج علم هي في علم داخل 10 جايبين 10 حبة شنج ها؟ في اللي يصير وبدلوا حطوا واحد جديد. القوم دوارك هني عارفين وين الاعلام. زينة؟ زينة. يلا بارك الله فيك. شكرا يا مهر شكرا. هذا اللومي اللي تحدونه قلت لكم عنه قبل كافيار. هذا هو لوم الكافيار ما شاء الله. على طول متر ونص استوى تبارك الرحمن. يقولوا ما يضرب ما يضرب 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 ابوي يباله عناية. يباله ابوي مراقبه ويباله ماواه ترى كل شيء بدون ما تاوي عليه كان جماد ولا انسان لو حيوان كل شيء بدون ماواه ما شيء فايده اذا انك ما تاوي ما شيء فايده انسان لازم يغذي روحهم حتى على الزرع حتى على الزراعه شوف ما شاء الله تبارك الرحمن هاي تايلنديه تغذي صفره تغذي صفره كحبه تجاسيه وهاي من جليل اللي يكون عنده منها تبون الصدق ريولي حرقتني يا حافي ها والله اني يا حافي يا ربي وحال يا ربي وحال هالدنيا تلبق غدا الضوء ترى هذا الحين وقت ايش اللي يجتل الزراعه ليجتل الزراعه انك تريها نص النهار المحار في البيبات يطبخ زين المحار يطبخ وتصب عليه على الزرع على العروق محار وين تباهتيه العافيه بيت قمح الزرع 100% بيت قمح وبيبس وبيهلك لأنك تسجيمته
تسجيه القايل الطير ما يطير بخيبة. وين بخفنا هالنمونة؟ تسجيه القايل الطير ما يطير. وين بتيه العافية؟ ما بتيه العافية. ما بتيه العافية. وانت تسجيه نص النهار. شوف الحين المكان هذا الأرض باردة. شو السبب؟ لأنه متطلل هو ونسجيه الفير. الساعة 6:30 شقلوا الماء. هاي الحب أربع وحدة. هنتين ثلاث أربع. ودهن البلكونة مالتي. لا تنسى اليوم في الليل المغرب لا تسوديها الحين نص النهار. حطهم بين عدال خواتن لهالنمونة. زين؟ هي هب العصر المغرب يوم بتنزل الشمس شوية ودهن. برحن. شوف ما في وزن زيادة هذا؟ لا ما في. يلا بارك الله. يلا بارك الله فيك. تصير مرتين ثلاث صناعية. أيوة. خسارة بترول. صار يجيب دري. ويوم لقط راعي الدري مبند رد مرة ثانية. قلنا نسير يجيب الشيتات اللي هالنمونة من عند الشركة. قال والله. ما يبدل أول هذا بريك شوك. عشان ياخذ. انت شيل البطاقه ما في مشكله. زين بطاقه انا بصير حاسب شو هناك البطاقه. انا الحين كلش مكان سكر ثلاثه بطل. زي. انا بيروح جراج وبدل. زين زين بارك شكرا. سلام عليكم. انت دريول ولا طباخ ولا شو؟ دريول مال منو؟ عاش بنت محمد. عاش بنت محمد بن سيف. ها دريول مال فارس انت؟ ايوه يعني لا تقول دريول مال ماما عاشه. انا اشوف انك انت ما بمال. تعال تعال شو هذا انت تجيب؟ ها برياني. بنشوف بنشوف برياني. بونها عادها ام احمد. هذا برياني القبيسات. ارفع هذا. يا سلام يا سلام. دياب ولا لحم؟ ممكن سمك. هذا سمك اكيد. شوف هي لا سمك. يا سلام. هي والله هذا شدق خامور جنة. شدق خامور. شكرا بس بنت. بارك الله فيكم. أنا أرويكم نحن. نحن شو غدانا هناك في البيت. ها شله وده المطبخ وأنا بيك. شيل ودي المطبخ أنا بيك هناك. أنا أرويكم نحن طبابيخ نحن مسوين غداء. شو حينه؟ هذا سمبوسة مال خضرة. سمبوسة خضرة. زي ريدي؟ أيوه. هذا ها. هذا أبوي عاد سيرت. حق سيرة البحر. هذا سمبوسة. شو بعد سويته؟ وينه بسرعة أدربع. هاي بسمبوسة الخضرة مالتنا. هذا العين ترى عيننا نحن روحنا نعينه نحن ما ناخذ زاهد. وهذا الله يحفظكم العقيلي. العقيلي حاطين عليه السمسم الأسود البلدي هذا المحلي اللي يعني مال الدار يعني عبارة كان إنتاج فارس. هذه على الله يحفظكم العقيلي. وسوينا بعد هذا حين هذه زهبون عينة الباكورة. هذا كل أبوي حق عينة الباكورة. هذا كل أبوي خضرة ينحط عليه شويونة الطحين مال نخي. زين ويحطون شوي فيه بهارات ودنيا ويصبون شرط ما يصبون على تكاليف الأفقاع. هالبحرين يسمونه كباب. وجريت شوربتنا اليوم. افتح شوربة افتح شوربة شوربة. الله يبحص عدوك. هاي شوربتنا اليوم. شو اليوم شوربة؟ هولند بنالسو. شو؟ هولند بنالسو. شو هولند بنالسو؟ هولند حين هذا شو حين شو هذا؟ هذا فيجيتابل فينل. وين فينا مونة؟ أيوه. شو رامي نموت؟ بنت 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 قطر الجدر قطر الجدر ما شربه. هذا جدير ما بقدر عبارة. جاي على الطاولة. أيوة. هذا ابوي شوربة. هذا هذا شو معاي يحطون بعد؟ هولند بينل. ها؟ هولند بينل. زين شو كيف يسوي؟ كاتلس. هذا شوب. اول. وافتر؟ افتر ليتل بيت باتر. اها. ساتي. اها. وان بوتيتو. وان بوتيتو. اها. ساتي. اها. بلاك بيبر. ستوك. ستوك يعني بويل. بويل. زين افتر؟ افتر سافران. لازم زعفران. زين salt salt to taste and pick up cold and grind mix. زين بس ايوه هذا كريم هو عاده المفروض ينحط فيها كريمه لكن احنا ما نحط فيها كريمه لكنها هذه من اجود الشوربات الخضراء اللي هو يسويها
من اجودهن يعني اروما صمصم على جديرين من هالجديرات. سمبوستنا تتميز ارفع شويه تتميز سمبوستنا الله يحفظكم انها تتخرفش تتخرفش تخرفيش. السبب ان نحن العين روحنا نخدمها في البيت. الحين برويكم ايش قال طريقتها. يلا وين عين؟ وين عيالكم؟ عيانكم وين؟ عين ما سمبوسه عين سمبوسه لازم يراوني داخل فريزر بيطيح نصك الحين هالدقيقه. يلا عاد عجزتني. ها شوفوا هاي نحن عينه شو يجمعونها الحين هاي الفريزر. شوفوا من فوق لين تحت. شو هالفريزر من ها طول لادمي وديتين. هذا هاي طريقه تبوي سمبوستنا. نحن نعينها ونقطعها ونخليها بهالطريقه طول شهر رجب وشعبان. هالفريزر بكبره يلتج لين عينه. الحين هذا واحد ربطه كم حبه فيه؟ 50. انتم كل يوم كل يوم رمضان كم حبه يسوي؟ 400 ولا 450 كل يوم. كم نمون تسوي سمبوسه؟ مال لحم مفروم ومال جبن وخضره. ثلاث نمونات. هذا كل يوم على هالطريقه طول شهر رمضان. إلنا ولا اللي نبالي يعني من ايراننا نطعمهم شويون 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 والحمد لله رب العالمين. واحترق احترق احترقت سمبوستنا يا ويلك. الحمد لله. هاي عاد حق هالشويهات. يلا شكرا. عاد اليوم انا الله يحفظكم ما سووا لي غدا خصوصي. انا من الخصوصي الشوربه هلية هاي الشوربه هلية والخصوصي ماشي اليوم يب عاد انقفض. هذا الحين انا جدر العمال انا غداي اليوم وياهم. شو عاد العمال مسوين اليوم؟ شيء ذابحين عيل من كم من يوم. العيل الله يحفظكم الراس والكراعين راس. شو حفيظ؟ راس مال بقر. انزين مال عيل هي وكراعين وكرش شيء ولا لا ما في كرش في رجول كراعين هي راس وكراعين. هل تشوفون المرير كم اكبرها؟ شو ايش قايل؟ عباره باكه لكن على تكاليف المرقه. باكه لكن على تكاليف. ها شو ايش قال ناضي؟ باكه على تكاليف المرقه. ها شوف ها لو يرتز فيها العود مال الغلط. وهذا عاد لحمه السطرات والفتوش والمطاميط والمخ والعيون. ها هذا ها اللي تشوفونه هذا قرف الراس. قرف الراس الطرف الايسر وهذاك حقب العين اللي تشوفونه. ها الحفيره هذه مني هالطرف هذا عيون العيل مبونها فقيره. عيون العيل اللي هناك هذا تشوفونه. هذا عاده غدانا اليوم. وهذا دواه وعلى الله شفاه. هذا منو خادم منه؟ انت ولا هو؟ هريس انت تسوي؟ هاي بارك الله فيك يا هريس. بارك الله انت ما تخلي شيء ما تعرفه. يلا ثانك يو. ثانك يو ثانك يو. وهذا الله يحفظكم قرص جاي لنا من عند ام محمد عاش بنت حياه الشيبه بن عبد الرحيم القبيسي. هذا الله يحفظكم القرص جاي لنا البارحه. هذا على ما تشوفون. قرص يسمونه حد يسميه قرص مفروك حد وهذا عاده بالذات متميزين في القبيسات يعني الله يحفظهم والمناصير كله يعني. هذا القرص الياسي. القرص الياسي هنمونه طريقته لازم تي فيك طيعات سح شويون روحهم بكبارهم وتغدي ريحته فيها مثيبه ودهنه طيبه وناضي وترف ما يجيك شرات التراب يتذرذر يتذرذر لا يغلي هالنمونه وريحته فيها مثيبه وريحه قناد والدهن الطيب تفوتخ تضرب في خمره الراس وشويونه اطرافه في زود حمرار. فلذلك يغلي فنان وقال طال عمرك يا بنت الشيبه ويعلى الله يسلمكم. هذا نحن البارحه من دبيلهم مضروبه مالح على طحين بر حق عاشبة الشيبه وعاشبة محمد بن سيف الله يطول بعمارهم. ام احمد طرشت اليوم في حرارتنا اللي هي هذه طرشت في مكان عصيدتنا طرشت برياني سمك. وبنت الشيبه ما في الدميم من البارحه ابدا حمومات من ياها من يت حرارتنا دبلتها حطت سوت القرص ووصلنا في نفس اليوم. مشكورات يا القبيسيات. يلا شكرا. ثانك يو دواركا. يو اندرستاند وات اي سيد؟ هذا بارك الله فيكم. هالبحرين يسمونه كباب والمتعارف عليه باكوره. البحرين والدمام يسمونه كباب بحريني.
المتعارف عليه بكورة، وهذا هو تشوفه منه 90% من مكوناته خضرة، 90%. وهذا هو، امسك شيء، امسك يديك، امسك واحد حبة وريحته تضرب في خمرة الرأس. أيدي تأخرت والسب شو تجهي السامان ولي لا أشوفها أرويكم عاد غداية. هذا عظيمات العيل، كريعيناته، وهذا وهذا عاد أنا بالنسبة لي أحلى شيء هذا المطاميط عيل. ترى هذا مبشحم، هذا اللي تشوفونه هالمطاميط الغضاريف هذا مرة ترى مبشحم، ولا يسوي أدنات الدون ولا يضر. هذا اللي أنا أحبه، هالمطاميط مبلحم. ها شوفوا وينهن، هذا أخير ما يكون، هاي ما له اسم لكن ما أعرفه شو هو. هذا مبشحم اللي يظهر في الأطراف، في الأطراف شو الشحم، هذا الشحم اللي فوق هذا هذا مبشحم، هذا روحه من غير ما الكراعين اللي يظهر في في الكراعين الباتش، حد يسميها باتش، حد يسميها كراعين، أنا هذا اللي أحبه. حد عاد ما يجوز له، عاد على هوا أنا يعيبني، يعيبني يا مصمص العظيمات، هاي العظيمات أنا أحبها. وشوي يونس عيش اليوم باكل عاد عن خاطري، من زمان ما أكلت عيش، وهذا بعد عظيم بعد. خلاص أنا بولد لو حطيت الطاسة بعد عيب المطاميط وهالأشياء، روحي عادة أتوهدن فيهن وأتخلابهن بهالطريقة. هذا ترى كله لا في أي شيء يضر، هذا هو اللي أنا أحبه. والعظيم هذا وهذا المهمات، تشوفوا هذه العظيمات، ها احسن شيء واهم شيء هذا، ها القريضه اللي مجبعه المفصل، اللي معالي المفصل، هذا هو. لازم يرد المفصل على الحميد المجيد، ها ولا ها لازم يرد الصالق عشرات الماية، لازم هالنمون يرد، لازم حق جسم توني. هذا كان هالنمون قبل، وايد ضروري هالنمون اللي بياكل تمسميص اللحم. هذه هي أم الخيل، شوفوها هاي يسمونها أم الخيل، هذه شوفوا يميها، هذه هي أم الخيل. هذا هو المهم، هو هذا المهم. ترى هذا مبشحم له اسم هو، غير انا ما اعرفه. مساكم خير نور وسرور، ظهرتي على الله يحفظكم من عقب ما ادن العصر. مفروض اظهر عقب ما اتغدى، لكن مفروض غداي الساعه انت ما رمت اظهر، كان عندي شغل في البيت. وها تروي وين عليها لفت الضبعيه، عند لفة الضبعية، عند لفة الضبعية، يا معية وامطرت، يا معية وامطرت، يا معية وامطرت في هالبقعة الضبعية. الأول بقعة الضبعية عبارة أبعد مكان، نحن نوصل لشويهات، ونوصل لين ند الشبة، ونوصل لين الحمر، ولين كل بقع يا غير. ند الشبة، ترى ند الشبة مالت أبو ظبي، نحن نطري ند الشبة في أبو ظبي، موجودة شيء أبو ظبي فيها ند الشبة، هبلة في دبي، في دبي هاي جبرية، وند الشبة اللي في أبو ظبي بحرية. في البلاد، في الإمارات يعني، يوم أقول البلاد يعني الإمارات، في البلاد كلها يا الله بمكانين ند الشبة، ند الشبة اللي في دبي زين، وند الشبة في أبو ظبي، ليه في دبي برية وليه في أبو ظبي بحرية، مرة على الساحل انزين. فأقولكم في خاطر يظهر من وقت غريتنا أكولات، ولين صورنا، ولين تغديت، ولين زحب ساماني، ويعني وقت ما طماط وحدوهنتين وتوني ظاهر، ما شيء كاد ظني يعني، أظني الجو موالم وعلى البراد، ما في كضة يعني، ما شيء كاد ظني إني شيء متلاحظ شيء، ما بمتلاحظ شيء، والقوم ما تروغني. وقت ما وصلت بوصل، ما قلنا
ند الشبشة انت البرية في دبي والبحرية في أبوظبي. البحرية ما في أبوظبي عاد بالذات في براكة، منطقة براكة قرب السلع، تبعد عن السلع ما يقارب 80 كيلو متر، وعن الشويهات ما يقارب 30 كيلو أو 35 كيلو. وند الشباب وي منطقة بحرية مرة على السيف، هاك الند الغاوي كل من تهب الشمل وتهب الهويات ويت الضفات آزم هاك الند شبريج شبع، لذلك مسمين أبوي ند الشبع. ومكان تكشت به الكشات يورون على حدبته الضو ويطبخون ويوجدون تيه الرحالة، ومكان فنان ورملة النظيف وغاوية. بس هذه ند الشبع وغير مأهولة في السكان وما حد باني عليها. ند الشبع شرقها وغربها صباخ، البيان على السيف وين الرملة البيضة النظيفة، ولا ند الشبع الطرف هذا كله أصبخت الريج. يلا اليوم الله يحفظكم الغداء، تعرفي شو كان قاصر لنا؟ كلت شويونة تعيش، مفروض أكل، مفروض غداي يكون اليوم ويا الكراعين هاي عبارة ما باكه، الباكه لازم بيضة بحلقة، الباكه لازم بيضة بحلقة، هاي يعني مرقة كراعين، مرقة كراعين اسمها. اليوم مفروض ويا غداي خبز وقافي، لازم اليوم كان ان يكون خبز وقافي وبصل ابيض، نعم ما بصل خضر، بصل ابيض يكون عاد بارد. انا ما داري البصل الابيض الحار هذا اللي يحرق في العين ويضرب في خمرة الراس، ريحته تسوي لي شرات الشوط، سجل بجبني جلاب المراد. هذا اللي كان قاصر اني اليوم والله على الغداء. عاد ذكرني اخوي خلف الله يحفظه، تو متصل يقول لي اخوي ترى اليوم غداك مفروض يكون فيه ويا خبز وقافي، هذا مالي نصيب. بعد الحين جتنا الله يحفظكم رسالة محتواها انك اللي اليوم كلته يا خالد هالمطاميط الهن اسم ما بشحم، هاي يسمونها قضاريف وجيلاتين، جيلاتين ولا جيلاتين والله ما ادري، هو قال لي جيلاتين او جيلاتين ويا قضاريف، هاي يقول لك ماشي شرات للمفاصل. اي والله عاد انا لا يمت ابوي بيدي وريولي، كلت عني وعنكم يا المتابعين. هذه على الله يبارك فيكم المرفأ، وها قصر حياد زايد يعله الجنة يعله الفردوس لعلى، ها قصر زايد ما في المرفأ عادة، هاي البقعة يسمونها نسيته، كانت بون الصدق يا ربي وين بروم اتذكرها الحين. وهاي ولا المرفه، هي هذه المرفه، هذه المرفه بارك الله فيكم. احنا هسه احاول اتذكر وين البقعه اللي ما بنا فيها قصر زايد شو اسمها، ما بالمرفه، المرفه هذه المرفه وقصار المرفه وقصاصير المرفه، ما بالله قصار قصاصير يا اخي، ما ابراهيم اتذكر المغيره اسمها المغيره، قصر المغيره اسمه القصر، اسم القصر قصر المغيرة، اي نعم اسم القصر الله يحفظكم قصر المغيرة، ومنطقة علي ومبنى عليها القصر وكل شيء طيب موجود في هذه المنطقة. المرفة ان شاء الله جايتني دعوة عرس واني بحضر العرس برويكم طيبة هل المرفش قايل طيبة سكان هل المرفة، لا صارت ولا استوت شراتها طيبة في الدنيا العودة كلها. وشي فندق بعد هناك ترى موجود، فندق واستراحة وعلم وخبر. إن شاء الله أتوقع أن العرس قبل رمضان، أتوقع يعني، وإن شاء الله أني بحضر بنصور لكم الهيست كله. مرفة بلاد أكبر عن بوظبي روحها، المدينة روحها المرفة أكبر عن بوظبي. للي يتخبرون عن عينة السمبوسة، عينة السمبوسة بوي وايد صعبة، ما بشي بسيط يعني، ما تتصور بالسناب، تتصور فيديو طويل أظن يبقى 10 دقائق 20 دقيقة،
يحطون ما ادري شو يبون زيت ما ادري من الجمعيه بعد من غير ويحطون ويا الطحين ويعينونه خلوه تستريح ويرقون ثلاث اربع وديات ويسوون كوره من غير ويردون يرقونه من غير شغله طويله عريضه ويقطعونها ويحطونها على التاوة على الضوء ويجولبونها ويردون يقطعونها مره ثانيه شغله وتظهر بعين كل ورقه ارفع عن قشر البصل شفتوا قشر البصل ارفع عنه فلذلك ما يشرب دهن ما سبتين احنا سمبوستنا في رمضان ما فيها دهن من تقرضها تخرفشت على طول ما تيك تميطني وميطك هالبياع اللي في السوق هذا ميطني وميطك لكن اهم شيء معلمه الاهل حرمه اصلها من هاليمن من سنين هي بنوفان كب وهذه لفت الشويهات هاي عاد الرست الجديد متى رحينا الرست الجديد هناك ست خانات على اليمين وست خانات على اليسار هذا الشارع الجديد لأول ما استوى الاتحاد ولا هناك حين خط غني عليه توه مفتتحينه وهذه لفت شويهات يلا الله يحفظكم هذه حتى ويلف علي مصيركم أبوي وصلت قبل العرب كلها أول واحد يوصلنا بعدها العرب أبوي تفضح من الدوامات لين صلوا العصر ولين تغدوا وعينوا من الله خير وخطفوا أبوي شلوا ميرهم وغراضهم وسامانهم وجشراتهم وعوايل وكبار وصغار يطعطعون وحدة وهنتين لين حين عاد أظني قرب الرويس أول واحد يوصلنا أظني أبو عبد الله مرزوق هبياي فأظني بس بيت قوم هلال بيوم شو ملبجين ليتات وكنديشنات يقوم علي سالم الفريج منك فرجال اللي من غير أظني بعلم ريخات هذا على الله يحفظكم طرات قوم بنعوضة تو مرجينة ريوسوب أبوي في هاي ها ما يدرى هي كنوار هي بتفرت ما يدرى بحشو ولا حراثه ما أعرفه تو حين ريوسوبة يقولون بانوش ولد بن عوضة خالد وخالد هو ما بود قب بن عوضة يد بن عوضة من أمه ولا يد من أبوه يد من أبوه خليفة يد من أمه حياة بن عوضة ويد من أمه حياة عوشة ويدي على الله يحفظكم من طرف أبوه حياة خليفة بن مسلم بن عبد الله القبيسي ويت من امه حياة سلامه بنت زايد يلا الله يرحم الاموات ويطرح البركه في الباجين يا ربي وين نتيتم كلهم ما علي عاد ما ادري شو جاب السالفه خلاني عند الموضوع هذا بكبره ليش لا ثقافه عامه بشروب متو السلام عليكم عليكم السلام وين أرباب ما يجي اليوم؟ ما يجي ما بيجي؟ لا كيف حالك؟ تمام شو أخبار؟ زين نمبر ون؟ سوي سلام عليكم سلام. أيوه بارك الله فيك شو أخبار؟ زين كل زين؟ زين في بيض عندكم؟ نعم بيض واجد شوية؟ في ممكن 30 جيب الحين بيض نحن نسينا ني بيض أوكي إيه الحين زين أربع أوكي يه بسرعة عادي يلا أخبارك متو؟ في زيادة بيض ولا شوية؟ أنا ممكن 30 30 قول لي 30 أنت ما تأكل بيض؟ طماطة لا خلاص طماطة ما بطماطة أنت ما تأكل بيض؟ بيض لا أنا ما أكل بيض ليش؟ لا خليني جلسة بعدين ودي ماما معيزي ودي أبدادي يلشل يلا تعال ودي هناك ودي بيت مع الأرباب بابنا بابا هلال إيه ودي وتعال نسينا البيض اليوم هب نسيه هو نساه الهلال ضاريب كل شيء اليوم حدقوا تيل يتحروني انا جاي عقبهم ما يبون يوصوني ترى الحين نسينا البيض يجيب لنا بيض ما يدروب اني جاي قبلهم انا يلا بسرعه ورد تعال جاي اباك محمد شوف البكوره مالتنا الحين خضرة مقطعة من انواع الخضروات البقدونس والكسبرة والطماط اليوم شفناكم سوي بكورة شحيتنا البكورة قلنا يلا سوولنا ها
هاي البكورة مالنا نحن كلها خضار ونحط فيها اسمه الطحين بس، مو بهذا مال النخيل، طحين النخيل لا طحين عادي، ونقلها هذه شفنا كل يوم نسويها عاد وشهيناها قبل رمضان، خضر نقطعها من جميع الأخضر بعد، وإن كانها ما نبغاها مطحونة حقناها في المكينة وطحناها وقمنا نقلها بعد نفس الشيء، هذه ما طحنت، هذه خضار ما طحنت كلها خضار. هو أم ثانية الله يحفظها يوم سمعتني أطري المغيرة من ساعة وأطري الباكورة وخدمتي على الله يبارك فيها وصابت الهدف، يا غير يوم طريت لها المغيرة طرع على بالها بيتين قصيد وعدتهم، أسمعكم إياهن. يا مرحبا الساع، اليوم أسمعك تطري المغيرة، هذا واحد عد قصيده المغيرة يقول ليت قصارة المغيرة لمكينة موتر يمشي علي أروس الحزومي، الضحى عند القرون مخطفينه والعصر عند الحبيب باللزومي، العصر وين يباه يكون في اليوة والضحى يكون عند القرون، هاي القرون هاي ينوبي الدال برقة حبشان من ينوب يسموهن القرون منطقة. أبوي أنا ما يخصني لا بيدي ولا بريولي، رجال من هل الدار عرفه وعرف هله، سوى له بزنس في مع فريجة يعني على الله يحفظهم، وسوى مشروع الاتشار، هذا المشروع اتشار الشيسيف ويا المدفى والربيان والهذاك الباجي ويا عيبن، وصورت له اياه وودر لي هذا وسهر يعني ما بمسوي له دعايه شيء عيبني، وقال لي خالد اباك تصور لي وتدعمني، قلت له ان شاء الله قدامكم كان الموضوع انكم طلبتوا وكان ما متوفر، هاي ما بمشكلتي هنا، انا ما بمال تسويق، انا ابوي رجال قال يلا الله يفي يا ابو محمد انا ربيع ولدك وتوني انسان شاب صغير وعرف في مقتبل العمر اريد تدعمني بصور بي بالكاتشار وصوره، قلت ان شاء الله يا ابو الكاتشار، وصورنا يازل العرب طلبت منه العرب كميات كبيره نفد، وقفت الكميه لي عنده، انزين اصبروا علي ليش اونا وقف خدمة بيت ما بخدمة الحين دكان له مصنع سبي يسوي 10-20 قرشة 100,000 كم ما بيسوي 100,000 ما بمصنع، قلت له أنا زهب عمر، قال لا بعد هو الغلط بعد منه، قال لا أنا من يني الأوردر في خلال يومين ثلاثة، أنا ظني تهد أطير بلي مناجيب يا الله يبارك فيه وفي رزجه، يا غير صبروا عادة فقير علي ريال خدمة زينة وما يسوون شيء بشغل مال هوي هوي. اليوم شيء سناب من المغرب، اليوم يوم الهي من المغرب للإمارات، خالد الخالد على ما قال ابو محمد ابوي الماية ليلية، هاي ابوي مرة طاعم وين صاك العاف داق العاف الماية، يعني هذه ابوي يسمونها ماية سكار، ماي عادية لا ماي كسكار، مرة البحر يغني يا ليل والبحر بارد بارد، يا سلام سلم، وما زينك يا القمر، ما زينك يا القمر، عالي الزبوت عالي الزبوت، القمر طال ما زينك، هلال عادة هلال، هذا هلال شعبان يعلى الله يعود علينا وعليكم على أمة محمد أجمعين يا رب العالمين، يا سلام سلم يا سلام سلم، والبحر بارد ويطشطش ورقم واحد، وانه اخذ ابوي طربان، سلام عليكم محمد، روح انت روح روح ابوي في راسك حب ما انطحن، مطشن ايش اسمه هدا بعد هدا من راشد الحال، والله عليكم هزين البحر صافي صافي، هذا الفرق ابوي بين بحر ابوظبي وبين البحور اللي من غير، هذا وين من هن؟ هذا الفايز، وليش بعد؟ بسير ترى شو اسمه؟ بعد بن فرعي، ايوه يا هل بن فرعي، بن فرعي تريانه ترى في الحاله، انزين ايش عليه؟ بات عندهم اليوم بن بات، لا بنضوي لا الله يا ريال لا 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 لا
بنرضي ما فينا تو هو بادي من كركم على بدقلي هنا الحين عم ساعه ساير جاي ساعه وربع ساعه ونص تسهر هي نعم تو هو بادي راقدين قايلين عيني من الله خير يبا اطحنت ما شاء الله عليها المبروكه فدعت الله يا الفريج فدعت الله يا الفريج ان شاء الله الصيد ابوي بياح وجش وبسار بسيسيرات عاده بسيسيرات ما بحب وزريدي يعني وتيتي من كل شيء ما شاء الله من كل شيء صيد من كل شيء ما شاء الله صيد بياض وي ايش هي شيء يعني ولاتي باقي بعد ما طلع بعد عاد هناك شيء عفاده وشيء بياحه وشيء هديبه شيء هديبه وشيء بياحه وشيء عفاده هذا اليب اليبابي اللي عليه رضوان من الله ها يا حافظ يا سلام شوف ها سنام شوف سنام شوف سنام شوف سنام مغلبة شيء تحت بعد ما شاء الله ما شاء الله السير ولله الحمد تكللت بالنجاح سير رقم واحد صيد وفير من كل اسمته من كل اسمته ولله الحمد مرة حتى ساعتين ما أخذنا من سرنا لينينا وفتشت يا نفتشت بسيسير بياحة عفاد تحت ما شاء الله زريدي كامل وين زريدي هني لو هناك هني زريدي هي. زريدي وبياح وبديحات وتشيشات و حبات ريح زين الحمد لله ودام 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 يعني العاد بيقول الحمد لله في نص ساعه الواحد يحصلها كثر حول 60 كيلو اللهم لك الحمد نعم والحمد شكرا